بسم الله الرحمن الرحيم، نحن الآن في النقطة الصفر التي ستنطلق منها قوات غصن الزيتون. نعم، كما نشاهد هناك قصف مدفعي على مواقع قوات قسد المتمركزة ضمن منطقة عفرين. الآن للحديث أكثر عن هذا الموضوع سينضم إلينا القائد العسكري في الجيش الوطني أبو حيدر، عن آخر للحديث عن آخر التطورات والتفاصيل. نعم أبو حيدر، ضعني في نقطة مستعجلة ضمن الوضع الميداني في المنطقة. وضع الميداني أخي بالنسبة للعمل، هلا من هون بدنا ندخل على منطقة عفرين. تمام، ندخل على منطقة عفرين لأنه شوفت عينا قصف وانقصف هيك أمور، يعني ندخل ونحن جاهزين لأي عمل عرفت بيتطلب مننا باتجاه منطقة عفرين. تمام. نعم شكرا. إذا كما حدثنا القائد العسكري هنا أبو حيدر، هناك استعداد، هناك هيبة الاستعداد للدخول إلى منطقة عفرين من قبل الجيش الوطني بالإضافة إلى الجيش التركي. ستيفن يوز زين علي، شمالي عفرين من الحدود التركية السورية.